صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. النهارده يا جماعه احنا مش عايزين نفكر في اي حاجه بره الملعب، كل اي خلافات اي مشاكل مش عايزينها تاثر علينا في ماتش النهارده. احنا داخلين على اخر مرحله من مراحل حسم الدوري، 8 ماتشات هنلعبهم تقريبا في 23 يوم، مش محتاجه اي كلام بره الكوره. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون مهم جدا قدام وادي دجله الساعه 9 بالليل هنا على ملعبنا من ضمن مؤجلات الدوري، وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا مع كابتن ايمن شوقي ونجوم الاستوديو الساعه 7 بالليل ان شاء الله. يلا بينا. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو في المركز الثاني برصيد 58 نقطه، بفرق 3 نقط بس عن نادي الزمالك، وده اخر يعتبر مباراه مؤجله بالنسبه لنا، وبعد كده ان شاء الله لو كسبنا ماتش النهارده هنكون متساويين في النقط مع نادي الزمالك المتصدر المؤقت منذ فتره بسبب مشاركتنا طبعا في دوري ابطال افريقيا وكاس العالم للانديه اللي حققنا فيه الميداليه البرونزيه. احنا ان شاء الله خلاص 3 نقط بتوع النهارده ان شاء الله لو ضمناهم هنكون متصدرين الدوري بالتساوي مع نادي الزمالك في النقط، لكن احنا متصدرين بفرق المواجهات المباشره. فاكرين طبعا الموسم دوت خدنا 4 نقط من نادي الزمالك، مباراه انتهت بالتعادل في الدور الاول، والمباراه بتاعت الدور الثاني طبعا اللي حسمناها كان وان سايد جيم، ومحمد شريف الحقيقه تألق كبير جدا، وكانت تقريبا بدايه انطلاقته الحقيقيه مع فريقنا لما سجل جولين اجمل واروع جدا من بعض. وادي دجله بقى بيدخل ماتش النهارده وهو في المركز القبل الاخير برصيد 23 نقطة، وادي دجلة بعيد جدا وعنده مشاكل رهيبة الموسم ده، وواحد من الثلاثة المرشحين للهبوط عن مسابقة الدوري في الجدول الحالي. وادي دجلة الفترة الأخيرة الحقيقة عين مدير فني جديد وقدر يحقق 4 نقط في آخر ماتشين، ده اللي يخلي الفريق خطر جدا وشرس على فرقتنا النهاردة. لكن عايز أقول لكم إن الفريق رغم الغيابات الكتير اللي عندنا والمشاكل اللي موجودة، لكن اللعيبة كلهم رجالة ومصممين يحافظوا على لقب الدوري. وكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم قبل كده وقال إن الدوري دوت عايزين نرجع أجواء دوري 2019 لو تفتكروا، لما كان النادي الأهلي بعيد جدا في اخر الجدول في بدايته بسبب برضه مشاركاته الافريقيه وشويه مشاكل حصلت في بدايه الدوري، لكن في النهايه قدر يرجع ويكسب الدوري ويحقق اللقب، وده اللي ان شاء الله بنفكر نعمله الموسم ده. عايز اقول لكم يا جماعه عايزين الفتره دي نسيب كل حاجه على جنب، ما نروحش لاي خلافات او اي نقاشات جانبيه، احنا كل همنا دلوقتي هو دعم الكيان الكبير ده للفوز بمسابقه الدوري المسابقه المفضله لينا ونحافظ عليها، وبالمناسبه كمان عايزين نحافظ على الثلاثيه للموسم الثاني على التوالي. احنا حققنا دوري ابطال افريقيا خلاص 8 ماتشات ان شاء الله ونحسم الدوري، ولسه مسابقه الكاس مستمرين فيها، فان شاء الله ان شاء الله كلنا نكون ورا فريقنا زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال ونرجع اجواء دوري 2019. عايز اقول لكم ان فرقتنا النهارده في غيابات كتير، لكن عندنا ثقه في كل نجومنا الموجودين. كهربا بيرجع للتسجيل مره ثانيه، محمد شريف بيرجع للتسجيل، باقي نجومنا متالقين الحمد لله ما شاء الله، وعندنا كل ثقه في باقي لعيبتنا. النهارده بيغيب نجوم المنتخب الاولمبي اللي راجعين من طوكيو، اللي عايز اقول لكم ان هم بعد ما خلصوا ماتش كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا سافروا من المغرب لطوكيو عشان يشاركوا في البطوله، وعملوا 4 مباريات كبيره جدا، كان نجمهم محمد الشناوي القائد بتاعنا اللي بيرجع لنا ان شاء الله. عايز اقول لكم كمان ان النهارده ايمن اشرف بيغيب للايقاف، ومعاه كمان وليد سليمان اللي لسه بيواصل برنامج التاهيل، لكن ان شاء الله ان شاء الله باقي لاعبتنا النهارده كلنا ثقه فيهم ونحقق الثلاث نقط. وعايز اقول لكم ان احنا بنلعب 8 ماتشات في 23 يوم، يعني تقريبا بمعدل ماتش كل 2.8 يوم، مش عارف ده ازاي، يعني احنا حتى ما كملناش ماتش كل 3 ايام، ضغط ماتشات رهيب جدا، محتاج تركيز 120% من الجميع، وان شاء الله ان شاء الله نكسب كل الماتشات، والبدايه بماتش النهارده اللي هيخلينا نتصدر الدوري بفارق المواجهات المباشره عن نادي الزمالك المتصدر المؤقت. وقبل ما نختم بنفكركم بسؤال الحلقه، سؤال الحلقه عن موسم 2019 الملحمي، الموسم ده انهينا الدوري قبل مباراه على نهايته، والمباراه الاخيره دي كانت تحصيل حاصل، كانت تبدو مهمه لكن هي كانت تحصيل حاصل بالنسبه لنا، ومع ذلك كسبناها بهدف دون رد، يا ترى المباراه دي كانت قدام مين؟ ومين سجل هدف الفوز؟ وان شاء الله هنتقابل يوم السبت قبل ماتش سيراميكا في الدوري اللي هيكون مهم جدا جدا عشان نحقق الثلاث نقط ونكمل بقى مشوارنا نحو الثلاثيه للموسم الثاني على التوالي. وزي ما احنا عارفين يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله
كده كده يا جماعة الدوري في الجزيرة، ويلا يا أهلي.